اليوم إن شاء الله رح يكون موضوعنا عن الأريتميا والموست كومون أنتي أريتميك دريكس اللي ممكن نستخدمهم بالمانجمنت لهيك كونديشن. بداية بدي أسألكم سؤال، شو يعني أريتميا؟ شو يعني أريتميا؟ مين بيعرف شو يعني أريتميا؟ طيب شو في عندي sub classes ل conditions that is correlated to arrhythmia؟ طيب الأريتميا هي عبارة عن a problem بال inside the heart. ممكن تكون من أكثر من مصدر، ممكن يكون الأوريجين فيه مشكلة، هلا رح نشوف كيف الكوندكشن بيكون موجود، ممكن الباث واي للإلكتريسيتي أوف ذا هارت تكون فيها مشكلة، ما تكمل بشكل صحيح أو إنها هي ما تمشي بالنورمال باترن اللي مخصص إنها تمشي من خلالها. طبعا بيكون في عندي أسباب مختلفة للأريتميا، ممكن يكون أمراض، ممكن يكون acute condition electrolyte disturbances، وممكن يكون عندي idiopathic cause، يعني ما في عندي سبب واضح أو secondary cause للأريتميا وصار عند المريض الأريتميا without a non obvious cause. ممكن يكون الشخص هذا عنده genetic abnormality polymorphism ال ions بال channels of the ions، فبالتالي بيكون في عندي هذا المريض بيكون في عنده الأريتميا. فالأريتميا أو الدسريتميا هي عبارة عن abnormality in the site of origin اللي هو the origin of the electricity in the heart من ال SA node. ممكن يكون عندي مشكلة بال rate of the heart، ممكن يكون بزيادة أو ممكن يكون بنقصان، ومنسميهم بالحالتين. إذا كان عندي increasing the rate بنسميها tachycardia، أو لما نحكي decreasing the rate بنسميها bradycardia. ال usual rate للهارت المفروض يكون ما بين 60 ل 100، أقل من هيك بيكون برادي، وأكثر من 100 بيكون عند المريض هاي التاكيكارديا. برضو ممكن تكون المشكلة ب irregularity، كيف البيتس عم تطلع، الفريكوينسي اوف ذوس بيتس. برضه ممكن تكون المشكله عندي بالكوندكشن، كيف الالكتريسيتي عم تمشي. هلا اذا كنا عم نحكي عن الكوزز اوف اريثميا، ممكن يكون في عندي زي ما قلنا هلا من شوي كارديك كوز. اهم كوز ممكن يكون هايلي اسوشيتد وذ الاريثميا الكورونري ارتري ديزيز مايوكارديال انفاركشن. ممكن الهارت فيلير، especially إذا كان الإجكشن فراكشن very low، أقل من 20%. وبرضه لما تكون في عندي مشاكل بالهارت فالف برضه ممكن تؤدي للأريتميا، لأنه ما بتكون البامبينج of the blood بشكل طبيعي and in a smooth way. برضه ممكن الأريتميا to be induced by medication. وإذا بتتذكروا لما أخذتوا بالهارت فيلير ميديكيشن، لما أخذتوا عندي جاكسين، كانت من ضمن السايد افكتس والتوكسيسيتي بروفايل للديجاكسين إنه المريض ممكن يصير في عنده كارديك مانيفستيشن مثل البراديكارديا، أو ممكن يكون في عنده سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا اللي هي تعتبر واحدة من الباراميترز أو الفيتشرز، خلينا نحكيها بشكل أدق، للأريتميا تايبس. برضه الأناستيتيك ميديكيشن أخذناهم من موضوعين أو ثلاثة، كان في عندي association between الأريتميا and certain agents of anesthetic agents. ممكن كمان يكون في عندي congenital birth defects، يعني أطفال بينولدوا with valve problem، heart valve problem، فبالتالي بيكونوا معرضين للأريتميا. conditions إلها علاقة بالميتابوليزم، either increasing or reduction بالميتابوليزم مثل الهايبرثايرويدزم أو الهايبوثايرويدزم. مثل الهايبرثايرويدزم بيكون عندهم الهارت ريت كتير عالي،
فهي تعتبر واحدة من الفيتشرز للأريثميا، على عكس الهايبوثايرويدزم بيكون كل إشي depressed عندهم، فيكون الهارت ريت عندهم قليل. برضو الهايبوكسيا اللي هي ال loss of أو the presence of less oxygen amount للتيشو، برضو بيعرض الpatients ل some type of arrhythmia due to increasing depolarization. وبرضو conditions such as the acidosis والalkalosis في correlation كتير كبيرة ما بين ال acid base disturbances والelectrolyte concentrations. especially لما بنحكي عن الأريثميا كتير بهمني البوتاسيوم، إنه البوتاسيوم يكون النورمال ليفل، لأنه الهايبوكاليميا أو الهايبركاليميا highly associated with أريثميا وممكن تؤدي ل lethality and death. وزي ما حكيت ممكن يكون idiopathic cause بدون أي سبب، بدون أي secondary cause، بيؤدي ل بيكون عند الشخص أريثميا. فعلى جميع الأحوال سواء كان عنده idiopathic cause أو عنده secondary cause بيحتاج ل العلاج، لأنه الديث ريت بيكون كثير عالي مع الأريثميا كونديشن، especially لما نحكي مثلا عن أنواع معينة من الأريثميا زي الأتريال فيبريليشن، زي الأتريال فلتر، زي السوبرافنتريكولار تكيكارديا. هدول يعني conditions very critical for survival. حكينا واحدة من الباراميتر أو الفيتشر للأريثميا أنه يكون في عندي مشكلة بالسايت اوف اوريجين، انه هو ما عم بيطلع من مكانه الصح، او بيكون في عندي مشكله بالكوندكشن لهي الالكتريسيتي ثرو اوت ذا هارت. اذا بدنا نطلع على الفيجر اللي موجود قدامنا بيبين عندي الاناتوميكال فيتشر للهارت بلس بيعطيني كورليشن بين الكوندكشن الالكتريسيتي اوف ذا هارت وكيف عم تمشي بشكل نورمال وعلاقتها بالاكشن بوتنشال اللي هو تشينجز بالالكترولايت والبوزيتيف اند نيجاتيف تشارج اللي هي بتكون هايلي كورليتد مع الهارت فانكشن، واي ابنورماليتي بالتشينجز بالالكترولايت سبسيكوينتلي راح تؤدي للاريثميا. فزي ما بنعرف كلنا، زي ما اخذنا بالاناتومي، المفروض انه البيت تطلع عندي من البيس ميكر اوف ذا هارت اللي هو عباره عن الاس اي نود. الاس اي نود هو الاوريجن لانه هو الاسرع فيهم. هلا رح نشوف كيف لما نشوف الاكشن بوتنشال للاس اي نود. هلا من الاس اي نود بينتقل عندي بتنتقل عندي الامبلسز للاي بي نود، بعد الاي بي نود بتروح على البندل اوف هيس اند بيركنجي فايبرز، بعدين بتروح على الفنتريكلز، وبعد ما تنتقل عن طريق الفنتريكلز بصير في عندي contraction for the whole heart muscle or whole myocytes. هلا هذا هو normal pattern of conduction and electricity. لما يكون في عندي مثلا مو الاس اي نود هو اللي عامل اللي هو عم بيعمل عندي pumping مثلا الاي بي نود، هذا اكيد مش normal pattern، فهون رح يطلع عندي الاريثميا symptom أو arrhythmia associated risks. لما مثلا البركنجي فايبر هي اللي تكون الـ site of origin، برضو راح بيصير في عندي نوع من أنواع الأرذمية. ممكن تطلع من الـ SA node الالكتريسيتي بشكل طبيعي وتوصل للـ AV node وما تقدر إن هي تكمل تعمل تحفز الهارت بشكل كامل إن هي تعمل pumping for enough blood، فبالتالي الـ conduction راح بيكون فيها مشكلة وراح بيصير في عندي مشكلة بالكوندكشن، وبرضه هي تعتبر واحدة من الأريثميا فيتشرز. أوكي، فكونه الهارت هو يعني خلينا نحكي هو وحدة بحد ذاتها، وحدة إلكتريسيتي بحد ذاتها، فأكيد راح بيكون في عندي سيستم، هذا السيستم هو اللي راح بحفز عندي الالكتريسيتي كيف انها هي تطلع وكيف انها هي تستمر. هلا عشان نحافظ على الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا مايوسايت، المفروض نكون نعرف شو هم الفاكتورز اللي بيتحكموا عندي بالالكتريسيتي، او بلغه اخرى او بترم اخر اللي هو الاكشن بوتنشال. ففي عندي الايونز او الالكترولايتس عن طريق الفولتج جيتد شانلز،
من أهمها الصوديوم، عندنا البوتاسيوم، الكالسيوم، and الكلورايد برضو ممكن يكون له علاقة. وبرضو في عندي البامبس والإكسشينجرز اللي بتكون موجودة بشكل طبيعي بالخلايا، وأكيد إلها رول مهم مثل الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، الصوديوم كالسيوم إكسشينجر. عندنا بامبس ممكن ان هي الها تكون الها رول بالمينتننس اوف ستيبل ترانس ميمبرين ايونيك كونديشنز. وبرضه عندنا بامبس اور اكسشينجر وظيفتها تحافظ على الايون جراديينتس. فهدول لازم يكونوا امبالانس ان كنترول، بيصير الانفلكس والافلكس من خلالهم بشكل طبيعي عشان ما يكون في عندي الابنورماليتي. And subsequently, once إنه البيشنت صار في عنده الأريثميا بأي نوع من أي تايب، وقتها بنقدر إنه إحنا يكون في عنا ميديكيشن. هذا الميديكيشن سايت أوف أكشن مثلاً يشتغل على الصوديوم، يشتغل على البوتاسيوم، على الكالسيوم، فبالتالي أنا بعمل overcoming للمشكلة اللي بتكون موجودة عند هذا الشخص، وبعمل مانجمنت للأريثميا. كمان في عنا ميديكيشنز تشتغل على الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، على الصوديوم كالسيوم اكسشينجر. يعني في عندي اكثر من دواء ممكن انه هو يكون مستخدم لعلاج الاريثميا، مش بس على مستوى الفولتج جيتد شانل. اذا بدنا نعمل ريفيجن سريعه للنورمال الكتريكال اكتيفيتي ان ذا كارديك سيل، تتقسم بالمايوسايتس into four phases. عندنا phase 0, phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. phase 0 اللي هو بيسموه overshoot depolarization، phase 1 اللي هو early rapid repolarization، phase 2 بيسموه plateau or depolarization، و phase 3 اللي هو late deep repolarization، و phase 4 اللي هو arresting potential اللي هو بيكون negatively charged. إذا بدنا نوضح هدول الفيزز على على فيجر عشان تكون الأمور أوضح، ونقدر إنه إحنا نتوقع الفارماكوديناميك إفكت أوف ذا ميديكيشن، رح بيكون في عنا قدامنا هاد الفيجر. هذا الفيجر ببين لي الأكشن بوتنشال أوف الكارديك سيلز، تمام؟ الكارديك سيلز سواء فنتريكل أو كنا عم نحكي عن أتريام، المهم إن هي مش الـ SA node أو الـ Peacemaker. الـ Peacemaker Action Potential بيكون مختلف. حكينا هم فور في يعني بتقسموا Phase 0, 1, 2, 3 and 4. Phase 0 سموه Overshoot أو Depolarization، يكون في عندي Rapid Increase بالـ Action Potential من a Negative Charge to Positive Charge. أكيد هذا رح بيكون بسبب إيش؟ اي الكترولايت بيكون له علاقه بالاوفرشوت؟ بالصوديوم دكتوره. يس صوديوم، مزبوط الصوديوم. بيكون في عندي رابيد انفلكس اوف صوديوم الكترولايت. بعدين لما نوصل لثريشولد لقيمه معينه، خلينا نحكي وقتها رح بيصير في عندي كلوجر للصوديوم انفلكس، وبصير في عندي الستيب الثانيه اللي هي الاوبننج اوف البوتاسيوم شانل. فبصير في عندي سمول دروب بالاكشن بوتنشال. هلا وانس ان انا وصلت لليفل معين جوا اللي بصير في عندي دروب تقريبا ب 5 ملي فولت، وقتها بصير في عندي الاوبننج اوف ذا كالسيوم شانل، وبصير بفوت بمرحلة البلاتو، تمام؟ البلاتو. هلا بعد ما بعد برضه لما اوصل لقيمة معينة اللي هي 0 ملي فولت، وقتها راح بصير في عندي كلوجر للكالسيوم شانل، والبوتاسيوم شانل راح بتضلها مفتوحة. ولما البوتاسيوم شانل ريمين يعني بتضلها مفتوحة اوبن، وقتها انا هون بفوت بمرحلة الريبولاريزيشن زي اي اكشن بوتنشال ما علينا من قبل. وبعد ما نوصل للقيمه المناسبه بالماينس، يعني اللي هي الماينس
85 ملي فولت. هلا ممكن يكون في عندي variation according reference، ممكن some references تكون عندي الثريشولد سالب 70، في عندي some references تحكي لي سالب 90. مش مشكلتنا الرقم، يعني كل ريفرنس له الرقم بناء على كلينيكال ستاديز وريفيوز معينه. وقتها احنا بنفوت ب فيز 4 من الاكشن بوتنشال، اللي هو بيعتمد على الفانكشن اوف ذا صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب والصوديوم كالسيوم اكسشينجر والليكج او الكونتينوس ليكج اوف ذا بوتاسيوم. فهذا هو الاكشن بوتنشال للمايوسايتس. اذا بدنا نقارن الاكشن بوتنشال للمايوسايتس او الكارديك سيلز مع الاكشن بوتنشال اوف ذا بيس ميكر اللي هو الاس اي نود، راح نلاقي في عندي اختلافات. شو راح يكون في عندي اختلاف ما بين رسمتين، خلينا نسميهم. اول شيء خليني ارجع افرجيكم الاكشن بوتنشال اوف ذا فنتريكل وقارنوا إياها مع الاس اي نود. ايش في فرق؟ What is the missing phases? What are the missing phases? عندي 0, 3, 4. فواحد واثنين مش موجودين. تمام؟ phase 1 وphase 2 مش موجودين. كمان إذا إحنا بدنا هيك نشوف قراءة سريعة للفجر، أقارن ما بين الـ SA node action potential والـ ventricle action potential، رح منلاقي إنه في عندي اختلاف بالـ threshold. الـ threshold هون سالب 60، أما بالـ ventricle action potential الـ threshold عنده يا not threshold، resting action potential، resting action potential سالب 85. فهذا الفرق بالريستنج اكشن بوتنشال يعتبر واحدة من الفاكتورز اللي بتخلي الاس اي نود هي الانيشيتر او هي البيس ميكر. ليه؟ لانه الوقت اللي بيحتاجه الاس اي نود لحد ما يوصل للبوزيتيف اكشن بوتنشال رح بيكون اقل، لانه الريستنج بوتنشال عنده سالب 60 while other myocytes or cardiac cells سالب 85. فهذا رح بيكون واحد من الفاكتورز انه ليه الاس اي نود هو البيس ميكر، اللي هو الريستنج بوتنشال عنده بيكون اعلى من الاذر سيلز. هلا الاذر ديفرنسز برضه اذا فينا نحكي انه فيز 4 بيعتمد على الليكج اوف الصوديوم الكترولايتس بلس الكالسيوم. الزيرو فيز زيرو اللي هو الاوفرشوت او ديبولاريزيشن بيعتمد على الكالسيوم انفلكس نوت صوديوم. هلا فيز 3 اللي هو ريبولاريزيشن مثل الكارديك سيلز اللي هو بيعتمد على البوتاسيوم اوبننج اوف ذا بوتاسيوم شانل، واللي هي برضه فيز 4 اللي هو الليكج اوف ذا صوديوم الكترولايت عن طريق التشانلز. هلا هذا الفرق بالالكترولايت ما بين المايوسايتس وما بين الاس اي نود بخليني افكر بطريقه مختلفه نوعا ما على حسب المشكله بالارثميا. يعني لو كانت المشكله عندي الارثميا تشايب، مشكلتها السايت اوف اوريجن، المشكله عندي اياها بالاس اي نود، بالاس اي نود نوت مثلا بالventricular cells، راح يكون الايجنتس اللي بستخدمهم ما راح يكون، يعني الايجنتس اللي لهم اكشن على الصوديوم شانل ما راح يعطوني ميجر بنفيت مقارنه لما تكون عندي المشكله بالventricular cells او بالاتريال cells. مظبوط؟ مظبوط الكلام؟ هلا ليه ذكرت الديفرنسز؟ واحدة من الميجر ديفرنسز انه الاختلاف ما بين مين هو بيعمل عندي depolarization، مين هو responsible electrolyte. بالكارديك سيلز normal cells صوديوم، اما بالاس اي نود خلينا نحكي او البيس ميكرز
الكالسيوم. فهل رح استفيد لما استخدم، لما يكون مريضي عنده أريثميا، هل رح استفيد لما استخدم الصوديوم او بلاش اسمي جروبس، هل رح استفيد لما استخدم ايجنت تشتغل على الصوديوم ميجرلي بشكل كتير كبير وتكون المشكلة دي اياها بالاس اي لود؟ لا، لانه الصوديوم ما له علاقة بالديبولاريزيشن بالاس او نود، فلازم يكون في عندي كورليشن ما بين الباثوفيسيولوجي وما بين الايجنتس اللي بدي استخدمها. هاي واحدة من البرنسبلز للفارماكولوجي، فراح يكون في عندي different agents بستخدمهم على حسب المشكلة اللي بتكون موجودة عند مريضي. طيب هلا according to agents أو antiarrhythmic group بتقسموا into five groups. عندي بسموهم class 1, class 2, class 3, class 4 والmiscellaneous agents. Class 1, according to their pharmacodynamic action, they are called the sodium channel blockers, and subsequently they are divided or subdivided into three major subgroups, اللي هم class 1A, class 1B, and class 1C. Class 2, اللي هم beta blocking agents. أخذتوهم in details بالautonomic nervous system, وكمان رجعوا مرقوا معاكم بالcardiac diseases. مثل الميتوبرولول والإزمولول والأتينولول. عندنا كلاس 3 اللي هم بيشتغلوا على البوتاسيوم شانل، بيعملوا لهم بلوكينج فبسموهم بوتاسيوم شانل بلوكرز. وكلاس 4 اللي هم الكالسيوم شانل بلوكرز such as the diltiazid and the verapamil. والميسيلينوس ايجنتس مثل الأدينوسين، الديجوكسين، المغنيسيوم سل. احنا مين اللي رح نحكي عن الميجر فور كلاسز؟ صوديوم شانل بلوكرز كلاس 2 اللي هم البيتا بلوكرز، كلاس 3 البوتاسيوم شانل بلوكرز، وكلاس 4 الكالسيوم شانل بلوكرز. نقطة كتير مهمة لازم to keep in mind انه صحيح هم اسمهم مثلا كلاس 1 صوديوم شانل بلوكرز، كلاس 3 مثلا بوتاسيوم شانل بلوكرز، هم بيشتغلوا مينلي على البوتاسيوم مينلي على الصوديوم، بس ممكن انه احنا نلاقي لهم another action على other electrolytes. يعني في عندي مثلا class 1A من class 1 sodium channel blockers بيكون في لهم activity على البوتاسيوم channels، بس هم المين action لهم على الصوديوم. نفس الشيء مثلا بكلاس 3 اللي هم البوتاسيوم channel blockers، البروتوتايب agents منهم اسمه الاميدرون، هو مينلي بيشتغل على البوتاسيوم شانلز، بس بنلاقي له اكتيفيتي تانية على اذر الكترولايت مثل الصوديوم، على البيتا ريسبتورز برضه ممكن يكون له اكشن، على الكالسيوم شانل. فإله اكثر اور مالتيبل سايتس، الميجر سايتس له على البوتاسيوم، فبالتالي الافكت على الاكشن بوتنشال بيكون ديو تو بلوكينج للبوتاسيوم شانل. هذا الفيجر أو التابل بيوضح لي الفارماكودايناميك افكت and its correlation with the mechanism of action according to Drege class. Class 1 قلنا هم عبارة عن sodium channel blockers and they are subdivided subsequently into three major classes according to their effect on the action potential. فمثلا الفارماكودايناميك افكت لكلاس 1A sodium channel blockers بيعملوا عندي slow of phase 0 depolarization in ventricular muscle fiber. طبعا هذا الشيء متوقع كونهم بيعملوا عندي blocking للصوديوم، blocking للصوديوم، فبالتالي depolarization راح بيكون ابطا لانه الصوديوم ما طلع بوقته المناسب او المفروض انه هو يطلع فيه. هون احنا عم نحكي عن cells، هاي cells فيها abnormality، ف هو بيحاول انه يخلي الوضع او الكوندكشن او الريتس as normal as possible. بالنسبه لكلاس 1B من الصوديوم شانل بلوكرز، هم طبعا the safest medication, the most selective ones منهم. الفارماكو دايناميك افكت بيعملوا عندي shortening لفيز 3
repolarization and ventricular muscle fiber. Class 1C من الصوديوم channel blockers بيعمل عندي marked slowing the phase 0 depolarization. طبعا الاختلاف بالأفكت على خطوة depolarization إلها علاقة بالكاراتيك of the medications. هلأ رح نشوف كيف على واحد من الفيجرز. بالنسبة لكلاس 2 من الأنتي أريثميك ميديكيشنز اللي هم البيتا بلوكينج ايجنتس هم مينلي بيعملوا عندي انهابيشن لفيز 4 ديبولاريزيشن. المين اكشن لهم على الاس اي اند الاي في نودز اللي هم يعتبروا عندهم their own automaticity. كلاس 3 بوتاسيوم شانل بلوكرز بيعملوا عندي prolongation للفيز 3 ريبولاريزيشن. برضو هاي فارماكوديناميك متوقعة لأنه البوتاسيوم الميجر أفكتر إله على ريبولاريزيشن. فأنا لما أعمل بلوكينج للبوتاسيوم مرحلة الريبولاريزيشن رح بتكون أطول, فبالتالي الأكشن بوتنشل رح بيكون أطول. كلاس 4 اللي هو الكالسيوم شان بلوكرز برضو they are main action لإلهم على الSA and the AV node. تمام, بيعمل inhibition للSA and the AV node. فلما تكون المشكلة بالاس اي والاي بي نود مينلي انا بستفيد اكتر اشي لما استخدم البيتا بلوكينج ايجنتس والكالسيوم شانل بلوكرز مثل الفيرابامل اند الدلتيازم. انذر ايجنت مثل الصوديوم, انذر جروبس اللي هم الصوديوم شانل بلوكرز والبوتاسيوم شانل بلوكرز مينلي المين اكشن لهم او الميجر بنفيت لهم لما تكون عندي المشكلة بالمايوسايت. في أي سؤال قبل ما نكمل؟ طيب هلا الصوديوم شانل بلوكينج دراجز أو كلاس 1 هم ممكن كمان تلاقوهم in some references بمسمى تاني اللي هم local anesthetic agents. مثال على كلاس 1A عندنا الكوانيدين, بروكينامايد, ديسوبيراميد. البروتوتايب ايجنت من كلاس 1A اللي هو البروكيناميد. كلاس 1B عندي الليدوكاين اللي هو يعتبر البروتوتايب ايجنت من هاد الكلاس, وعندي الميكزيليتين. كلاس 1C فليكاناميد, مورزيسين اند بروبافينول, والبروتوتايب ايجنت من كلاس 1C اللي هو الفليكاناميد. المورزيسين حاليا مش موجود, not available, لانه سايد افكت بروفايل كثير عالي. هلا احنا حكينا انه كونهم هم صوديوم شانل بلوكرز فالميجر افكت لهم رح بتكون رح بتكون على دي بولاريزيشن. تمام, على دي بولاريزيشن. الاكشن بوتنشال بالاسود هذا بيعبر لي عن النورمال اكشن بوتنشال. احنا لما نحكي صوديوم بلوكينج اكتيفيتي يعني على الاوفر شوت دي بولاريزيشن. الاكشن بوتنشال اللي بالاحمر هو بيعبر لي عن الفارماكوديناميك افكت اوف كلاس 1A, 1B باللون الازرق, وال1C اللي هو باللون الاخضر. هلا في فرق عندي بيناتهم على الافكت على الديبولاريزيشن او الاوفر شوت. هاد بيكون له علاقه بالكاينتكس اوف ذوس ميديكيشن, بالكاينتك لا الميديكيشن. هلا مثلا كلاس 1A بيرتبط مع الصوديوم شانل بشكل انترميديت, يعني بيرتبط وبيفك الارتباط بشكل انترميديت كاينتيك, while class 1B بشكل rapid, class 1C بشكل slow. فإذا سألتكم, أعطيتكم هاي المعلومة وموجودة قدامكم هون, وسألتكم سؤال كيف ممكن تفسروا لي العلاقة بالكاينتيك بالمعلومات اللي أعطيتكم إياها وتفسروا لي اياها على الفجر اللي موجود هون, شو العلاقه؟ كيف ممكن افسر؟ لما يكون الاسوسيشن والديسوسيشن على الصوديوم شانل بشكل رابيد شو رح بيكون الافكت على ديبولاريزيشن؟ اعلى ما يمكن او اسرع ما يمكن او اقل ما يمكن؟
أقل ما يمكن دكتورة. Yes, أقل ما يمكن. إذا كان عندي slow dissociation. العكس بكون فترة التأثير أطول. أطول و prolonged, more pronounced, more marked. وهذا بفسر عندي التابل اللي موجود هون. اللي هو class 1C, marked slowing بفيز 0 depolarization. تمام؟ فالعلاقة بي إذا بدنا نحكيها بلغة يعني بلغة الماث تأثيره على الـ slope of the depolarization. كل ما كان الـ dissociation أسرع كل ما كان الـ effect على الـ slope أقل ما يمكن، والعكس صحيح بالنسبة للـ agents اللي بيكون لهم slow kinetic for the dissociation of the sodium channel. هلا بالنسبة لـ class 1A كمان من الأشياء اللي خلينا نحكي مميزة إنه الـ action potential duration إشماله زاد، تمام؟ زاد. Part of يعني الـ justification ليش إنه الـ action potential duration زاد؟ لأنه class 1A agents إلهم effect على الـ potassium channel. يعني إذا بدنا نربط ما بين الـ action potential والـ normal action potential اللي ذكرناها من شوي وعلاقته مع الـ electrolyte، رح نلاقي إنه مثلاً class 1A صار في prolongation للـ action potential، أكيد من المتوقع إنه يكون في له effect على الـ potassium channel، بيعمل لها blocking، فبالتالي رح بيزيد في عندي الـ action potential duration. طبعاً هذا الإشي أو هاي الفارماكودايناميك افكت اللي بنحصل اللي بتكون موجودة مع استخدام class 1A medication ممكن تعرض ال patient ل condition. هاي ال condition نسميها torsades D points. torsades D points، مين بيعرف torsades D points؟ مين بيعرفها؟ هل هي critical مش critical commonly found أو لا؟ المفروض مرقت معكم بالباثفسيولوجي أو الفسيولوجي، مرقت معكم أكيد، يعني مستحيل تكون أخذتوها فسيولوجي أو باثفسيولوجي، أخذتوا الهارت سيستم بدون ما تكونوا حكيتوا عنها. التورسيدي بوينتس تعتبر من نوع من أنواع الأريثميا، من أخطر أنواع الأريثميا. هي usually بتكون induced by medication. وأصلاً الأنتي أريثميك medication بيعملوا عندي أريثميا، بيعملوا يعني سايد افكت لهم انه ممكن يعملوا عندي الاريثميا من ضمنها التورسيد دي بوينت. هلا ممكن اشخاص ثانيين بتكون عندهم مشكله بالكوندكشن، بتكون موجوده عندهم هاي الكونديشن كالنس نوت از سايد افكت اوف ميديكيشن. التورسيد دي بوينت بيكون في عندي مشكله بالكيو تي انترفال. كيو تي انترفال نعرف شو الكيو تي، هو الاي سي جي الـ يعني الإفكت على الإي سي جي، بيكون في عندي بالإي سي جي تشينجز. هاي المرحلة اللي هي من الكيو للتي تكون مور برولونجد عن الوضع الطبيعي. لما يكون عندي مور برولونج كيو تي انترفال معناته الفنتريكولار كونتراكشن بيكون فيه مشكلة، بيكون في عندي اب نورمال بيتس جاية من الفنتريكلز بشكل متكرر وبشكل اب نورمال. وطبعا هذا بيأثر subsequently على الـ blood flow وممكن يعرض الشخص لـ clot formation inside the heart. فهي condition تعتبر خطيرة و side effect ممكن تؤدي إلى الوفاة. فأكثر group من الـ class 1 agents that are used to treat the arrhythmia that are highly associated with torsity points اللي هي class 1A لأنه هي بتعمل عندي prolongation لل action
potential مقارنة مع class 1B and class 1C. هلا class 1B هم the most selective subgroup, most selective one, وهي تعتبر من الادفانتجز لإلها. هم mainly بيشتغلوا على ال highly depolarized cells اللي بيكونوا معرضين لإسكيميا، يعني فقدوا الأكسجين، فبيكونوا دائما in continuous depolarization, abnormally depolarized. ف usually in normal cells they are not affected by class 1B. كالمعتاد زي ما أخذنا من قبل بكل chapters اللي مرقوا علينا من قبل، في عندي هذا التيبل اللي هو بيلخص عندي الانفورميشن ككل. التيبل بيحكي لي عن group 1A, 1B and 1C regarding their mechanism of action. بيحكوا لي انه class 1A وحتى 1B 1C عندهم خاصية بسموها use and state dependent. لما نحكي use dependent هم they are selectively depressed tissue that is frequently depolarized، يعني الاكشن لإلهم بيعتمد على الهارت ريت. الخلايا اللي بيكون فيها الهارت ريت عالي الايجنت هذول بيشتغلوا عليهم اكثر من الخلايا الثانيه اللي بيكون فيها الهارت ريت، يعني مقارنه سوري بشخص ثاني الهارت ريت عنده اياه اقل. لما نحكي ستيت ديبندنت بيكون قصدهم فيها انه الميجر افكت لإلهم على الخلايا اللي بتكون فيها depolarization at rest، بمعنى آخر لما يكون في عندي خلايا معرضة لإسكيميا، لأنه مثلا بcondition مثل الميوكارديال infarction أو coronary artery disease أنا بيكون في عندي إسكيميا، بس مش كل الخلايا فقدت الأكسجين، في خلايا ميتة وفي خلايا لا still survived، ولعشان هيك الشخص بيكون still عايش يعني. فالخلايا اللي بتكون معرضة لإسكيميا وقتها هي اللي يعني الميديكيشنز بيشتغلوا عليهم بشكل prominent أكثر من الخلايا التانيين. بالنسبة للكلينيكال أبليكيشن لكلاس 1A بنستخدمهم للأتريال and ventricular أريثميا especially after myocardial infarction. It is available in oral and parenteral route of administration. Regarding the toxicity, increase the arrhythmia, especially torsity points, ممكن يعملوا عندي hypotension و autoimmune side effects such as lupus. بالنسبة لكلاس 1B بيشبه كلاس 1A من ناحية انه هو use dependent and state dependent، بس الفرق انه هو highly selective مقارنة بال other groups، وهو مش mainly بيشتغل على sodium channel. الميجر يوز لإله ventricular arrhythmia وبرضه post MI، والناس اللي بيكون عندهم toxicity من الديجاكسن أو الديجيتال الصاير عندها arrhythmia وقتها بيكون drug of choice اللي دوكاين موجود in parenteral route of administration. Group 1C مثل flecainamide هو يعتبر هذا الايجنت يستخدم بالرفراكتري أريثميا، يعني هو ما إله الأولوية بالاستخدام من البداية. Once إنه إحنا جربنا كل الـ approved medication وما كان في عندي أي benefit وكانت الـ condition refractory وقتها نستخدم group 1C. Class 2 beta blocking agents البروبرانولول، الميتوبرولول والإزمولول. كل الخصائص والفيتشرز اللي انذكرت لما أخذت البيتا بلوكينج ايجنتس من فارماكودايناميك افكت من توكسيسيتي بروفايل applied here لما نستخدمهم as anti-arrhythmic medication. البيتا بلوكينج ايجنتس فيهم variation بالسلكتيفيتي بروفايل، فمثلا البروبرانولول they are it is non-selective while الميتوبرولول it is selective. الإزمولول selective ويوجوالي فقط موجود in parenteral route of administration و duration of action is very very short، يعني ما بيقعد أكثر من 10 minutes. البيتا blocking agents والcalcium channel blockers الاستخدام الأساسي لإلهم لما يكون عندي يعني indication of use للأرثميا، لما تكون المشكلة عندي بالautomaticity أو بالpeacemaker
الـ SA node and الـ AV node بيقللوا عندي من الـ contractility and الـ heart rate. فممكن أصلاً يعملوا عندي bradycardia. وما بنستخدمهم لما تكون الأرمية من النوع bradycardia، لما تكون عندي tachycardia. Class 3. Class 3. حكينا هدول potassium channel blocking agent. Potassium channel blocking agent. يعني هم المين effect لإلهم رح بتكون على repolarization. فكونه هو عم هاي الجروب عم يعني عم تعمل عندي delay بالبوتاسيوم أو تعمل عندي prevention للبوتاسيوم افلكس، فال effect of those medications على ال action potential راح بيكون عندي a prolongation of the action potential. Prolongation of the action potential. رح نحكي عن the prototype agents من class 3 لأكثر من سبب. أول إشي لأنه هو prototype still used بشكل very extensive. هو unique من ناحية toxicity profile ولأنه هو narrow therapeutic index. الأميدرون موجود منه oral route of administration، موجود منه IV route of administration، استخدامه بيكون للventricular arrhythmia. برضه هو يعتبر highly effective to treat supraventricular arrhythmia اللي هي تعتبر من أخطر أنواع الأرثمية. يعني لما الشخص يفوت بسوبرافنتريكولار أرثمية دغري بيطلبوا له CPR وبيعطوا له electrical shock عشان يعني to survive، لأنه الpatient بيكون at risk كتير عالي يفوت بcardiogenic shock. هو يعتبر broad spectrum anti-arrhythmic medication. شو قصدنا فيها broad spectrum؟ هو potassium channel blockers، هو برضو عنده activity to block sodium، كمان عنده الاكتيفيتي ويك اكتيفيتي على الكالسيوم شانل، وكمان عنده ويك اكتيفيتي ات از ا بيتا ادرينرجيك ايجنت بلوكينج ايجنتس. الاميدرون هو اكثر ايجنتس معروف البروفايل له والافيكاسي له، بس مشكلته التوكسيسيتي. فطلعوا عندي انذر كيميكال ستراكشر ريزامبلينج الاميدرون اسمه دروندارون. In terms of toxicity هو أقل toxicity من الأميدرون، بس مشكلته أنه الأفكاسي لإله مقارنة بالأميدرون أقل، فبصفي الاستخدام benefit versus risk ما بين الأميدرون والدروندرون. عندي الكليفرون حاليا still under investigation under clinical trials. هلا regarding the cardiac effect للأميدرون، هو بيعمل عندي prolongation للأكشن potential due to its effects على البوتاسيوم channel زي ما حكينا. هو mainly ببداية الاستخدام بيأثر على rapid potassium channel، مع chronic use بيصير يأثر على rapid و slow channels. هنعرف إنه الصوديوم، بوتاسيوم، الكالسيوم channels they are subtypes. مش كلهم بيشتغلوا بنفس الكيفية وفي إلهم اختلافات معينة يعني بالreceptors and their action. فالأفكت للأميدرون بيختلف سواء كنت أنا عم يعني بستخدمه بداية يعني بالأكيوت phase بعدني بداية الاستخدام، أو صار لي فترة كتير طويلة عم بستخدمه chronic or acute. حكيت لكم هو إله action على الصوديوم channel وبرضه على البيتا receptors وعلى الكالسيوم channel، برضه ممكن يكون إله blocking activity، فبالتالي هو ممكن يأثر على الهارت ريت وممكن يأثر على الـ AV node conduction كون هو بيشتغل على البيتا receptor والكالسيوم. هو يعتبر broad spectrum medication. ممكن انه هو نتيجة QT prolongation او prolongation of the action potential يصير في عندي side effects اللي هي torsity point اللي حكينا عنها من شوي، بس يعني فرصة حدوثها كتير قليلة مقارنة مع the other medication despite
الـ prolongation of action potential لأنه هو broad spectrum medication بيشتغل على أكثر من sites. هلا برضو ممكن هو يعمل عندي peripheral vasodilation لأنه إلى القدرة أو إلى activity على الألفا receptors especially إذا كنت عم بعطيه عن طريق الـ IV route of administration. هلا قلت لكم إن هو neurotherapeutic index والtoxicity profile هي المميزة فيه للأميدرون ولازم نكون بنعرف عنها. هلا هو كونه هو ممكن يعمل عندي bradycardia وممكن يؤدي ل heart block كونه هو بيشتغل على ال AV node. هو عنده تندنسي كتير كبيرة إنه يصير له accumulation بالتشو وهاي بتكون إلها consequences على long run فبيكون إله side effect على الهارت على اللونج على الليفر على السكن وكمان ممكن يكون إله effects على الايز. regarding الهارت حكينا على البريديكارديا والهارت بلاك والكيوتي prolongation بحالات نادرة جدا ممكن تتطور لتورسيد دي بوينتس. بالنسبة لللونج ممكن تعمل عندي fibrosis بالpulmonary system وتعرض البيشنت لpulmonary toxicity فالأشخاص اللي بدهم ياخدوا الأميدرون لازم يشيكوا على respiratory system function قبل ما يبلشوا ياخدوا الأميدرون لأنها ممكن تكون fatal. كونه كمان فيه tendency to be accumulated in the liver فممكن إنه هو يعرض الشخص ل الهيباتيتس ويرفع عندي من الليفر فانكشن تيست اللي هم الاي ال تي والاي اس تي فعشان هيك برضو لازم يتشيك على الليفر انزيم قبل ما ياخذ الاميدرون وكل فتره يعني كل شهرين تقريبا ببدايه التريتمنت بعدين كل اربع شهور كل ست شهور يعمل ريجولار تشيك اب للاي ال تي والاي اس تي كمان لانه هو بيقدر يعني عنده القدره انه تو بي اكيميليتد ان ذا سكن ممكن يصير في عندي ديرماتايتس وممكن كمان يصير لون السكن بالاماكن المعرضه للشمس جراي بلو سكن ديسكالوريشن. برضه ممكن هو يعمل مشاكل بالنظر وممكن الشخص يصير في عنده هالوز يعني هيك يشوف زي الدوائر قدامه يكون في عنده vision disturbances لأنه هو قادر إنه هو يصير له accumulation بالأيز. هلا الأميدرون كون هو بيشبه الستركتشر لإله بيشبه الثايروكسين فممكن إنه هو يعرض البيشنت either لا hypothyroidism أو hyperthyroidism فممكن يعمل عندي blocking لا formation of T3 من T4 وكونه هو فيه in its chemical structure iodide ممكن كمان يعرض ال patients ل hyperthyroidism فال hypothyroidism أو hyperthyroidism وارد جدا مع استخدام الأميدرون. regarding its pharmacokinetic حكينا هو موجود as oral and parenteral route of administration بيعطيني ميتابولايت هذا الميتابولايت still active بيعطيني anti-arrhythmic medication. الإشي المميز بالكينيتيك للأميدرون إنه بضل الإفكت للأميدرون after discontinuation لأنه هو عنده تندنسي كتير كبيرة to be accumulated in the tissue ومع الوقت still الأميدرون رح يضل يطلع من هدول التشو فممكن يضل الـ anti-arrhythmic action of amiodarone بعد شهر لثلاث شهور من الـ discontinuation وممكن حتى لو وقف الأميدرون المريض يضل الـ concentration في عندي concentration of amiodarone بالجسم حتى وما كان المريض عم بياخد الدواء فهاي من الأشياء اللي لازم نكون على دراية فيها عشان إذا مريض جاب لنا فحص وحكالي أنا ما أقفل الأميدرون يكون في عندي reasonable justification للresults اللي موجودة. هو غير إنه neurotherapeutic index وبيعطيني toxicity profile يعني not favorable هو برضه بيعمل عندي significant drug-drug interaction ممكن إنه هو يتأثر بالmedications that are enzyme inducer
وممكن هو يتأثر بالميديكيشنز اللي هم يعتبروا انزيم انهبيتد، برضه هو ممكن يأثر على الكونسنتريشن اوف اذر ميديكيشنز. فالكونسنتريشن اوف ذا دراج ممكن انه هو يزيد مع الانهبيتر اوف الانزيم ستيب 3A4 اللي هو يعتبر من الميجر ايزو انزيمز للدراج ميتابوليزم. وبرضه ممكن ان هو الكونسنتريشن لإله يقل مع الانديوسر للسب 3A4 مثل الريفامبين اللي هو يعتبر من الانتي مايكروبيال ايجنت ذات از يوزد للتي بي اللي هو مرض السل. كمان ممكن هو ياثر على الكونسنتريشن اور ذا ليفل اوف انذر سيجنيفيكانت دراجز مثل الستاتين ديجوكسين اللي هو اصلا بطبيعته انه هو نيروثيرابيوتيك اندكس. برضه ممكن يأثر على الليفل اوف وارفرين اللي حكينا عنه المرة الماضية وهو برضه يعتبر نارو ثيرابيتيك اندكس ميديكيشن. فلما نشوف ديجوكسين مع اميدرون، ديجوكسين مع وارفرين، اكيد راح بيكون لازم تغيير بالجرعات عشان المريض ما يتعرض لسايد افكت. ايفن الستاتين برضه لازم نغير بجرعات الستاتين عشان المريض ما يتعرض للمايوباثي. حد بيلخص لي الاميدرون فارماكوديناميك افكت، بيشتغل على كل الشانلز وعلى الريسبتورز، استخدامه ميلي بالفنتريكولار اريثميا والسايد افكت اللي ذكرناها من شوي. اخر جروب نحكي عنها اللي هي كلاس 4 الكالسيوم شانل بلاكرز. هما مينلي بيعملوا عندي ديبرسن للاس اي والاي بي نود تيشو، فبيعمل عندي برولونجيشن للاكشن بوتنشال وللافكتيف ريفراكتوري بيريد. لما نحكي افكتيف ريفراكتوري بيريد اللي هي من الديبولاريزيشن للريبولاريزيشن، هاي هي الافكتيف ريفراكتوري بيريد. لما يكون في عندي ديبرسنت للكالسيوم اللي هي للديبولاريزيشن ستيب، وقتها أكيد راح بيصير في عندي prolongation. سؤالي لألكم، يعني معلومات الكالسيوم شانل بلوكرز أخذينها من قبل، سؤالي لألكم، هل بقدر أستخدم الأملودبين to treat الأرثمية؟ هل بقدر أستخدم الأملودبين نيفيدبين للأرثمية لعلاج الأرثمية؟ أملودبين كالسيوم شانل بلوكرز، هل بقدر استخدمه؟ طيب نفكر فيها بطريقة تانية. إحنا لما بنعالج أرثمية لازم يكون السايت أوف أكشن داخل الهارت، داخل الهارت. هل الأملودبين الكالسيوم شانل بيشتغلوا عليهم داخل الهارت ولا وين مكانهم؟ صعب السؤال؟ ما بنقدر نستخدمهم الأملودبين والنيفيدبين هاي الجروب لعلاج الأرثمية لأنه بيشتغلوا على الكالسيوم شانلز اللي موجودين بالبلاد بيزلز بالبلاد بيزلز. Due to differences in their sites of action ما نقدر إنه إحنا نستخدمهم. في أي سؤال؟